رودي غارسيا أرقام طيبة جدا بالمناسبة في الأدوار الإقصائية، لأن طوال مسيرته التدريبية لعب 112 مباراة في أدوار إقصائية، لم يخسر إلا في 39، فاز في 69. أرقام طيبة لرودي غارسيا اللي حقق بالمناسبة بطولة كأس مع نادي ليل الفرنسي حينما كان مدربا لهم في موسم 2010-2011. ورودي غارسيا بالمناسبة في طوال مسيرة التدريبية لعب 9 مباريات نصف نهائي، فاز في 3 وخسر 6. الكرة ملعوبة باتجاه حمد الله، وصلت إلى العبود، التمريرة إلى حمد الله مرة أخرى روما. يا الله، أي منظومة، أي عمل يا عميد، أي عميد ينفجر في هذه اللحظات. أي روما الكبير يختار المواعيد الكبرى ليظهر، السوبر يظهر في مواعيد السوبر. روما 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 روما، الأول للعميد، الأول للاتحاد. الله الله على العمل. شوف المنظومة، شوف كورنادو، شوف حمد الله، شوف الاستلام، شوف التسليم، شوف الون، شوف التو، شوف الثري، شوف الفور في المرمى. انت نمبر ون يا عميد، انت نمبر ون يا عميد. اي منظومة تعمل، اي هدف مثالي للغاية، اي هدف يسجله العميد بطريقة مثالية للغاية. الله على النقلات، على التحرك، على التسديد، على الهدف، على الاحتفالية اللي يحتفلون فيها ايضا مع سوالم. وبالتأكيد هدف اول للعميد عن طريق روما، يتقدم الاتحاد في الربع الساعة الاولى. يا لها من لحظة ويا لها من لقطة ينتظر فيها الاتحاد تأكيد الهدف من قبل السيد الهولندي، وينتظر فيها النصراوي قرارا ينقذ. الله، يعتمد الهدف ويتقدم العميد. حمد الله لم يكن متسلل، العبود لم يكن متسلل، هي أونسايد باتجاه المرمى. شراحيلي يصرخ، المدرج ينفجر، الاتي يتقدم، العميد يسجل أول الأهداف بطريقة مثالية يا عميد، مثالية يا عنيد، مثالية يا أيها التسعيني الكبير، أيها التسعيني الكبير. 1-0 الآن، الكرة تصل إلى سامي، الكرة بتعود من جديد باتجاه سلطان، عادت إلى الخيبري، لعيب وصلت إلى الغنام عرضية، لكن حجازي أول بول الحاجز يتصدى لعرضيات النصر لتعود مرة أخرى. العمري يتقدم، زكريا يتدخل، الصافرة إلى خطأ، ولكن فيه الأدفانتج. يا الله، رونالدو يرتقي ويضرب، وقروهي يتصدى لتعود. العبود يلعب لكرة، لا قصيرة وناقصة. النصر يصل للمرة الأولى في هذا الشوط بضربة من رونالدو، تصدى لها قروهي لتعود إلى روما. اتحادية خطيرة، عرضية، حمد الله. يا الله، سوبر حمد الله. الله على هالكورة وعلى هالضربة وعلى هاللعبة وعلى هالرأسية. انفجر المدرج فرحاً. نعم، أي لقطة يا عميد، أي ارتداد يا عميد، أي شنقيطي يتدخل، أي روما يهرب، أي روما بيعرض، أي روما بيسجل ويصنع فيها القمة، فيها الكلاسيكو. حمد الله بالراس يا روسي، إن لم تكن تعرفني فاسأل عني.
يا روسي، إن لم تكن تعرفني فاسأل عني جيدا. أنا حمد الله، أنا اللاعب السوبر حمد الله الذي يختار الأوقات والمواعيد التي تستحق أن يظهر بها. ما زال مستمر ومؤثر وفارق، كلما ظننت أنه توقف بدأ من جديد، بدأ من جديد. 2 للعميد في ليلة العميد الكبير، ليلة العميد الكبير، ليلة المونديالي، ليلة التسعيني الذي يضرب في جاي. حمد الله، حمد الله تقدم، حمد الله، لكن الكرة سرعان ما تعود مجددا لمصلحة النصر اللي يسابقون الزمن، يسارعون الوقت من أجل العودة إلى المباراة. يا جوستافو تاليسكا، يا الله، يحملهم على الأكتاف، هو دائما يحملهم على الأكتاف ويعيدهم في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات، في أحلك الظروف. من لها غير تاليسكا، من لها غير تاليسكا. هذه العرضية من جوستافو وهذه النهاية من تاليسكا. سعيدة يا نصراوي، سعيدة يا روسي، شعارهم العودة، يعودون لأنهم لم يعتادوا على الاستسلام. يقلصون الفارق ويولعون الكلاسيكو، يقلصون الفارق ويولعون الكلاسيكو، يفجرون المدرجات. وبالتلا غريب، عرضية رأسية، جوستافو تسديد، جوستافو باكوارد، اللخبطة موجودة، الفوضى الكروية في اللعبة الماضية، بحثا عن من يرتبها، من يضعها. تاليسكا باتجاه سليهم، الأجواء مشحونة، الأجواء لا تنتظر. روما فيها مرتدة، فيها السلاح، فيها السلاح، فيها السلاح، فيها الاتحاد، فيها النمور، فيها البيشي. يا الله، حسمها التسعيني في ملعب 80. النمور تنقض على النصر في الأوقات القاتلة، يطلقون رصاصة الرحمة، يطلقون الضربة القاضية، يطلقونها من هذا السلاح، من هذا الدمار، من هذا السلاح القاتل. وهذه الذخيرة التي لا تنتهي، لا تنتهي. فعلها العميد في يوم كبير، في يوم كبير، ليلة العميد الكبير، ليلة الاتحاد الكبير، ليلة النمر الذي يسيطر على الغابة بأكملها. الله على روما والتمرير، كل هدف خلفه روما، كل نجاح خلفه روما، كل قصة عظيمة خلفها روما. التمرير باتجاه الشنقيطي، ومهند يظهر السيف المهند على النصر بأكمله، ويحقق النصر أمام النصر، يحقق النصر أمام النصر. ضربوهم بالقاضية، قتلوهم بالسلاح.